أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ونبدأ من أبرز العناوين. على الهيئة نت مقتل 3 من أفراد الميليشيات إثر انفجار عبوة ناسفة شمالية تكريت. وعلى المدى محللون نستبعد حدوث زلزال سياسي يطيح بالانتخابات، وإجراءات البرلمان مواقف خاسرين. وعلى موقع كتابات عرب كركوك يحملون معصوم مسؤولية أي انفلات أمني بالمحافظة. وعلى الجزيرة واشنطن تغرد وحيدة بمجلس الأمن ضد الفلسطينيين. وفي العربية الجديد نطالع العراق يترقب رأي القضاء، سيناريوهان يثبتان نتائج الانتخابات. وفي القدس العربي الكويت تدرس طرح مشروع قرارها بشأن فلسطين أمام الأمم المتحدة. الحياة واشنطن تعرقل قرارا في مجلس الأمن يندد بالعنف ضد الفلسطينيين. فضائح خروقات الانتخابات العراقية تتواصل، فقد كشف مصدر مطلع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تصدر محافظات نينوى، الأنبار، صلاح الدين، كركوك نسب عمليات التزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 من أيار مايو الماضي، ونسبة التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات في نينوى بلغت 41% بحسب تقرير نشرته صحيفة القدس العربي. في المقابل كشف أحد المرشحين الخاسرين عن صعود 9 شخصيات سياسية بارزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة من خلال التزوير. وقال المصدر للقدس العربي إن عمليات التزوير جرت على نطاق واسع في مخيمات النازحين وانتخابات الخارج، عازياً السبب في ذلك إلى اعتماد موظفي المفوضية على وثيقة ثبوتية للتصويت بدلاً عن البطاقات الانتخابية الإلكترونية، ناهيك عن وجود 300,000 نازح يحق لهم التصويت. وأكد المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته أن رؤساء الكتل السياسية كان لها دور كبير في صعود شخصيات محددة، إما لمكانتها الحزبية أو مقابل دفع مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 1.5 مليار دولار. لافتاً إلى أن هناك 9 شخصيات سياسية بارزة صعدت للبرلمان من خلال تلك الطرق من دون ذكرها. وتابع هناك تلاعب داخل الكتلة نفسها، بمعنى أن الأصوات تؤخذ من بعض المرشحين الفائزين وتضاف إلى أسماء أخرى، مؤكداً أن الكتل التي اتبعت هذه الطريقة هي من تعارض اليوم إعادة العد والفرز اليدوي. عمليات تلاعب الأصوات في مخيمات النازحين من خلال سيطرة جهات متنفذة على عدد من المخيمات، بعضها كشفت بينما مر البعض الآخر، وإجبار النازحين أو تهديدهم أو إغراؤهم ماليا للتصويت على شخصيات أو لشخصيات محددة أو عبر ملء أوراق الاقتراع الفارغة، خصوصا أن التصويت في المخيمات لم يشترط استحصال بطاقة النخب. تنشغل القوى السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا طبيعي جدا بعد كل انتخابات، والطبيعي أيضا أن تفكر القوى السياسية بعد الأداء الانتخابي الأخير ونتائجه بالانتخابات القادمة. ففي مثل هكذا مناخ يكون من المتوقع دعوة لانتخابات برلمانية مبكرة ترمم بعض انكسارات الأداء الأخير، إذ ليس هناك ما يلزم بإجراء انتخابات كل 4 سنين فقط، فالدستور يتضمن آليات شرعية لحل البرلمان وإجراء انتخابات قبل انتهاء الدورة البرلمانية. بل إن المعتاد في نظام مثل الذي يحكمنا والقائم أساساً على سلطة البرلمان
وأن تتم العودة للانتخابات كثيرا. هذا رأي كتبه صادع راجي في صحيفة الملأ. لنطالع. المفجوعون بالانتخابات وضحايا مذبحة صناديقها الإلكترونية وكذلك دعاة المقاطعة سيطالبون بانتخابات مبكرة تكون أكثر عدالة وتنظيما مما جرى في 12 من أيار 2018. فالقضية لبعضهم هنا قضية سمعة شخصية أو مشروع جديد تحملوا بسببه الكثير من الشتائم والتشويه والتهديد، وبالأخص دعاة المقاطعة الذين شكلوا فريقا خطيرا وتأثيره سيكون فعالا فيما لو استمر أداؤه وضغطه لتشكيل مفوضية أفضل وتشريع قانون أكثر وضوحا وعدالة. لكن تنبيهات الانتخابات المبكرة تعني الدفع نحو التمرد على تقليد سياسي عراقي سيء، وهو تأجيل الاهتمام بتشريع قانون للانتخابات وتشكيل مجلس مفوضية الانتخابات إلى الأيام وربما الساعات الأخيرة للمواعيد الفنية والدستورية، فيخرج كل شيء كطبخة محترقة بنار الصفقات السريعة والتي تبين أنها مضرة حتى لمن أرادها وتلهف على عقدها، فأصيب كثيرون بمغص مؤلم ذكرهم نادمين بلهفتهم على طبخ المفوضية وقانون الانتخابات في وقت قصير وبأسلوب مرتبك. الاعتراض الأكبر على أي انتخابات قد يكون بحجة إهدار المزيد من الأموال في وقت الأزمة الاقتصادية، وهو اعتراض مقبول يمكن التعامل معه بإنتاج قانون يخفض التكاليف على الخزينة العامة يكون واضحا وسهلا، فالتعقيد وفتح طرق فرعية للاحتيال هو ما يرفع الكلفة، وأي انتخابات ستكون كلفتها أقل من كلفة أزمات حكومة ضعيفة مغلولة اليد وسريعة التفكك. والانتخابات مفتاح لكل الأزمات، وعندما لا نحصل على المفتاح المناسب فالأسهل إعادة المحاولة وتحت سقف الدستور بدلا من الانتظار لأربع سنين قد تنتج مزيدا من الأزمات وبتعقيد لا ينفع معه حل الانتخابات. دولة الحق التي ينشدها العراقيون هي الممارسة الرشيدة العاقلة لمفهوم السلطة واحترام الإنسان وصون كرامته وكرامة بيته ومعاملته كغاية لا كوسيلة، واعتباره المعيار الإسمي لسن وصياغة القوانين والتشريعات التي تعزز وجوده كريما مصانا في وطنه الذي يفديه بروحه ودمه وكل ما يملك، فتحميه من كل أنواع الاستعباد والإذلال والاضطهاد التي قد يتعرض لها، بحسب مقال للكاتب أحمد عباس حسن الذهبي في صحيفة الزمان العراقية. لنشاهد. يجب أن نعي الفارق بين مفهوم الأمن الذي يهدف إلى تأمين مصالح الناس وحمايتهم وراحتهم وتحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم ومنع الإضرار بهم، وبين مفهوم القمع الذي يكون في دولة الشخص تابعا للسلطة ومواليا لها وضامنا لبقائهم في الحكم لأطول فترة زمنية يمكن البقاء فيها، وهي بدورها تصرف وتنفق وتبذخ على مؤسسات وأجهزة القمع وتستثمر في بناء السجون والمعتقلات أكثر بكثير مما تستثمره وتنفقه على التعليم والصحة. دولة ما بعد الاستقلال في العالم العربي قامت على كم هائل من مفاهيم وأدوات القمع والكبت والقسر والعنف وإلغاء السياسة من المجتمع وإلغاء المجتمع من السياسة، قامت فقط على مفهوم وقاعدة الأمن بمعناه الإكراهي غير المقيد والمنفلت من أي قواعد أو معايير وأسس قانونية ملزمة ورادعة ومحددة بضوابط واضحة وشفافة. والتحقت بهذا الفهم للأسف نخب سياسية وثقافية، واجتمعت كلها على قسر وكسر إرادة الناس
باستخدام شتى فنون القهر والإذلال المعنوي والعضوي باستمرار تخويف الفرد وتكبيل قدرته، ليكون دائماً محتاجاً وخانعاً ومطواعاً وسهل الانقياد، حتى يخرج تماماً من دائرة الفعل والتأثير في الشأن العام الواسع. ويضيف الكاتب أيضاً: دولة الحق التي ينشدها العراقيون دولة لا تقوم وتستند في وجودها على العنف والقهر، ولا تشرع للقسوة ونشر الخوف، ولا تسمح أبداً بمصادرة الحرية وتكبيل الناس وتهديدهم، إنما هي دولة يخضع عملها لقواعد سليمة واضحة، وتتمسك بالقانون والحق واحترام الحريات، وتفصل بين السلطات باعتبار هذا الفصل هو الآلية الفعالة لحماية الحق ومنع العنف. قائمة طويلة من تجارب العراق على جدار النكسة، بهذا العنوان كتب حامد الجيلاني مقالته في صحيفة العرب اللندنية، مضيفا أن عقدا ونصف العقد من عمر حكومات الاحتلال في العراق وما زال التدافع وقحا على الانتخابات بشراء الأصوات وشراء الذمم والمناصب الحكومية بالتزوير أو التهديد أو الترغيب. المأزق أو الخانق العراقي هو في عدم استغلال لحظة القوة في التغيير، وهي أزمنة قصيرة عادة تشبه لحظة فتح بوابة سقاية المزروعات أو النهر لإرواء الأرض الجافة وإطفاء الظما، لحظة تتدفق فيها الرسائل والبلاغات إلى الأزمنة التالية، ومن خلالها يمكن قراءة الأحداث للانعطاف بحركة أي تغيير عن مواضع المطبات المهلكة وتجنب الشظايا الخطرة المتناثرة والقادمة من ذلك الماضي القريب والمعاش. في واقع حال الشعب العراقي من غير المعقول تفسير هذا التدافع المزري لمجرد الحصول على امتيازات الرواتب أو التقاعد، فالجزء الغاطس من الثراء مجهول الهوية ومتعدد المصادر، لكنه ليس خافياً يضاف إليه ما تحمله تلك الكراسي من مشاريع ونكسات مقبلة للعراق ولأمتنا العربية. النكسة كانت بمثابة مهماز ألهب الأمة العربية تنبيهاً لتستيقظ من غفوتها ومن تخلف أدواتها وإعلامها وتسليحها وأجهزتها الإدارية والأمنية، ومن فقدان وحدة قرارها وشتات اقتصادها وتباين سياساتها وتفاوت رؤاها، رغم ملامح تقارب الشعوب النفسي واستعدادها للتضحية في المعارك الكبرى. في واقع حال الشعب العراقي من غير المعقول تفسير هذا التدافع المزري لمجرد الحصول على امتيازات الرواتب أو التقاعد، فالجزء الغاطس من الثراء مجهول الهوية ومتعدد المصادر، لكنه ليس خافياً يضاف إليه ما تحمله تلك الكراسي من مشاريع ونكسات مقبلة للعراق ولأمتنا العربية أيضاً. ولكن عليهم جميعاً أن ينتبهوا إلى أن ثمة يوماً لهم أو سنة ربما سيقتطعهم فيها الشعب الذي يتوعدونه بالحرب الأهلية ليضعهم تحت عدسة مجهر التشريح، بحسب الكاتب. تستخدم روسيا اتفاق خفض التصعيد الموقع حول جنوب سوريا في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي كمصيدة لإيران من جهة وللولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية، وكذلك للنظام السوري من جهة ثالثة، وهو الذي لا يزال يعتمد حالة العناد والتحايل والتلاعب بين الرغبة الإيرانية والإرادة الروسية في تنفيذ متطلبات التسوية الروسية المقترحة. فتأزيم الأوضاع في منطقة خفض التصعيد في الجنوب، وهي الطرف الضامن المقابل للطرف الأمريكي من شأنه أن يمارس ضغطاً باتجاهين: الضامن للولايات المتحدة والأردن، والمضمون فصائل الجنوب المسلحة والنظام، كما أنه قد يثير شهية التساؤلات لدى المعارضة عن فعالية اعتمادهم على الجانب الأمريكي في إجراءات التسوية العسكرية والسياسية في آن معاً. حسب الكاتب
أو الكاتبة سميرة المسالمة في مقال عن الوضع في درعا بصحيفة الحياة اللندنية. لنتابع سوية. ومن هنا فإن النظام الذي تكبله إيران بجملة اتفاقيات ومديونية كبيرة يصعب عليه أن يطلب من إيران الخروج من سوريا حسب الرغبة الإسرائيلية التي نقلها الرئيس بوتين خلال لقائه ببشار الأسد في سوتشي في 17 من أيار مايو، ما يعني أن التحضيرات لمعركة الجنوب هي مجرد مسرحية هدفها التحرش بإسرائيل لوضعها في حالة المواجهة المباشرة مع إيران، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها مع حليفتها الولايات المتحدة لممارسة ضغوطهما على النظام الإيراني للخروج بإرادتها من مسرح الوقائع السورية، ما يوفر على النظام الحرج وعلى موسكو المواجهة مع إيران وإضعاف تحالفها معها الذي تعتبره روسيا أحد أوراقها الرابحة في التفاوض مع كل من أمريكا والغرب. إن استمرار نجاح الاتفاق المعلن في الجنوب إنما يعبر عن حقيقة مفادها أن الصراع في سوريا على رغم تعدد الجهات الدولية المتورطة فيه وتحول الأطراف السورية المعارضة منها أو النظام على حد سواء إلى مجرد أدوات مقيدة بمصالح مشغلها، إلا أنه في النهاية يبقى بين طرفين أساسيين هما الولايات المتحدة وروسيا. وما لم يتوصل إلى اتفاق سياسي مماثل للصراع في سوريا يفرض بقوة الوجود العسكرية والدبلوماسي لهما، فإن كل حديث عن تفاوض مقبل يبقى في إطار التسويق الإعلامي بحسب الكاتب. ولوج باب المحكمة الجنائية الدولية ليس أمراً يسيراً أو من دون عقبات المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، أي أن ما قام به المالكي هو تزويد المدعي العام بالمعلومات، لكن هذا لا يعني بالضرورة الطلب من المدعي العام أن تجرى تحقيقات أو أن تطلب تحريك دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني، بل إنه يثير انتباه المدعي العام أو يلفت نظره إلى وقوع جرائم في الأراضي المحتلة، وللمدعي العام الخيار في أن يهتم بهذه المعلومات أو أن يهملها، ولكنه ليس ملزماً بالرد عليها بحسب الكاتب أنيس فوزي قاسم في مقال لصحيفة العربي الجديد. لنطالع. ومن دون انتقاص من أهمية طلب الإحالة الذي تقدم به وزير الخارجية الفلسطيني، إلا أنه يجب التحذير من أن ولوج باب المحكمة الجنائية الدولية ليس أمراً يسيراً أو من دون عقبات، وكأي مسألة تحال إلى القضاء المدني منه والجنائي، وبغض النظر عن موضوع الطلب أو الشكوى، فإنه يتطلب من جهاز الدفاع قبل الذهاب إلى المحكمة أن يرسم استراتيجية تفصيلية لإدارة الدعوى والتحضير لأي عقبات تواجه الدفاع، ومن المأمول أن تكون هيئة الدفاع الفلسطينية قد أعدت استراتيجيتها إعداداً جيداً، ذلك أن المستهدفين في طلب الإحالة مسؤولون مدنيون وعسكريون إسرائيليون، وسوف تلجأ إسرائيل إلى كل الطرق والحيل والكمائن لإحباط المسعى الفلسطيني. وعلى سبيل المثال ينص ميثاق روما على حق مجلس الأمن الدولي أن يطلب تأجيل التحقيق أو النظر في القضية المتداولة بشرط أن يصدر المجلس قراراً على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي أن قراره يكون ملزماً. ومن المتوقع أن تكون هيئة الدفاع قد استعدت لهذا الاحتمال وكيفية التعامل معه. العنصر الأهم هو أن تحسم القيادة الفلسطينية أمرها باتخاذ قرار سياسي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الأولوية على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن الأخيرة تستطيع مزاولة اختصاصها إذا رفض القضاء الوطني أو فشل في القيام بالتزامه في التحقيق مع المتهمين ومحاكمتهم ومعاقبتهم. وعلى هيئة الدفاع الفلسطينية أن تكون على استعداد لإحباط المسعى الإسرائيلي لحماية المتهمين الإسرائيليين، وذلك بتشكيل محاكم صورية أو إجراء تحقيقات وهمية.
جريدة الحياة اللندنية توقف الطباعة الورقية لإصداراتها، بما يجعلها غائبة عن الأكشاك ومنافذ البيع والتوزيع مع إقفال المكتب الرئيسي في لندن. لقد أعلنت دار الحياة للصحافة والنشر أنها أوقفت طباعة نسخها الورقية في كل من المملكة المتحدة ومصر ولبنان، مضيفة أنه فيما يمكن لقرائها في أي مكان في العالم الوصول إلى نسخها بصيغة PDF عبر الأيقونة الخاصة الموجودة في صدارة موقعها الإلكتروني. ويعيد عزوف جريدة الحياة عن طبعتها الورقية سخونة إلى نقاش قديم جديد حول مستقبل الصحافة الورقية مقابل صعود ورواج الصحافة الإلكترونية ومنصات الإعلام الجديد. وفيما يدرج بعض المراقبين قرار الحياة ضمن سياق سبق وأن لجأت إليه كبريات الصحف الدولية بتخليها عن الطباعة لصالح الاحتفاظ بالمواقع الإلكترونية، إلا أن بعض الآراء تثير خصوصية تتعلق بمسار ومصير جريدة الحياة المملوكة للأمير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع السعودي الأسبق. إلى الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتيرية. هذا ما لدينا في صدى الأقلام اليوم، سعدنا بمشاهدتكم، إلى اللقاء.